السلام عليكم، انا حسين فوزي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حل امتحان اللغه الانجليزيه للصف الثالث الثانوي علمي 2021. يلا مع بعض. He has an assignment to do today. He has to finish this space on time. يعني هو عنده واجب النهارده ولازم يخلصه في الوقت المحدد. الاختيارات recipe معناها وصفة، draft يعني مسودة، task أو task يعني مهمة، purpose يعني غرض. هي الصحة تبقى task أو task معناها مهمة، لازم يخلص هذه المهمة، دي يعتبر مهمة اللي هو assignment اللي هو الواجب أو الهومورك الواجب ده. No solar space the medicine then he felt better. يعني بمجرد انه خد الدواء شعر بتحسن. طبعا دي قاعدة no solar لو جت في الأول، لو جت في الأول عاملة نفس قاعدة hardly scarcely no solar لو جم في الأول ليه بعدهم had وبعدين الفعل وبعدين التصريف التالت الفعل. الصحة تبقى no solar had he taken رقم سي اللي صح. ليه؟ لأن بقى عامل no solar في الأول كأنها question سؤال. فبحط هذه الاول وبحط السبجكت الفاعل وبحط التصريف الثالث للفعل واكمل الجمله. Not only space the reporters but he also lead them to the press. يعني هو ما سهلش تقارير بس ده كمان سرب للصحافه. Not only بعملها زي نوسونر لو جت في الاول بجيب بعدها الفعل المساعد اللي هو ديد وبعدين الفعل وبعد المصدر هيبقى الصحه تبقى ديد هي ستيل. طب ليه ديد؟ عشان الفعل في الماضي ليجد ما ينفعش اقول داز، ممكن تنفع لو الفعل في المضارع، بس جمله في الماضي ليجد هتبقى ديد هي ستيل، ديد الفعل والمصدر. The government aims at setting up space European University in the new capital. الحكومه تهدف الى انشاء جامعه اوروبيه في العاصمه الجديده. European بعملها اول حرف كانه حرف ساكن، فالساعه تبقى A European University، او الآ مش آن، مش بالحرف الإي، لأن النطق بتاعها European يبقى A European. The money space in the robbery was never found. يعني الفلوس اللي اتسرقت في السرقة ديت لم توجد أبدا، ما توجدتش يعني. هي المفروض تبقى which was stolen، يبقى في اللي هو ضمير وصل. بس هنا ما فيش ضمير وصل هنا، في which اه بس ما فيش هنا was ولا stolen. يبقى الصح بحد حذف ضمير الوصل. بشيل which was وبحط التوصيف الثالث. يبقى the money stolen. هنا ده يعتبر حذف ضمير وصل. لأن الجملة دي بس في مبدأ المجهول فبحط التصريف الثالث مش الفعل في ING. لو جملة معلوم كنا حطينا ستيلينج، لكن دي مجهولة المال الذي سرق مجهول يبقى التصريف الثالث ستولن. It's based that Sarah will break the record. يعني يعتقد أن سارة سوف تحطم رقم القياس. يعتقد مبدأ المجهول فبستخدم أم إيز وآر والتصريف الثالث. يبقى إيز بليفد ذات. It is believed that. يعتقد أن إيت ويز والتصريف الثالث ذات وبعدين جملة كاملة. يعتقد أن زي دي سيد ذات يقال أن it is thought ذات يعتقد أن إلى آخره. The dogs parked on seeing space on the water. يعني الكلاب نبحت لما شافت نفسها في المية. يبقى themselves. يبقى themselves أنفسهم. كلاب أنفسهم. Mr. Hassan asked his students to space creative suggestions to prevent pollution. يعني مستر حسن طلب من طلابه ان هم يقترحوا اقتراحات مبتكره عشان نوع التلوث. طبعا في سجستشن تبقى ميك سجستشنز يقدم اقتراح. She estimated the space of building a new villa. يعني قدرت وثمنت اللي هو تكلفه بناء نيو فيلا جديده. كلمه تكلفه اللي هي كوست يبقى ذا كوست اوف بيلدينج هي تكلفه بناء اللي هي رقم سي لكن في كوست اللي هو يعني ساحل. طبعا في بوست يعني يتباهى واخر كلمه توست اللي هو العيش المحمص يعني. سبيس هيز اون كومباني هي توك اون ميني وركرز. عشان هو بيأسس شركته الخاصه هو اخد عمال كتير. كلمه يؤسس اللي هي فاوند يبقى فاوندنج هيز اون كومباني هي رقم دي اللي صح. استخدم هنا فاوندنج كسبجكت كفاعل تأسيس هيز اون كومباني اللي هو شركته الخاصه. A space is an official document that gives you permission to do something. دي عبارة عن وثيقة رسمية إن بتعطيك الإذن إنك تفعل شيء ما. طبعا هتبقى license. license يعني رخصة. رخصة دي حاجة رسمية تعمل بيها حاجة يعني. اسمها license رقم سي اللي صح. Watching too much TV space mean headaches all the time. مشاهدة التلفزيون كتير قوي ده بيسبب صداع طول الوقت. يسبب صداع تبقى gives a headache. give a headache معناه يسبب صداع
gives me headaches بسبب الصداع على طول. After my sister had graduated she looked space a job. يعني بعد ما اختي اتخرجت ابتدت تبحث عن وظيفه، تبحث عن looked for. Looked for معناها يبحث عن. I have been a member of the National Space of Teachers since 2000. طبعا هتبقى association رقم دي معناها منظمة أو اتحاد association أو جمعية يعني. All the valuable things are locked in a safe in our bedroom. The antonym of valuable is يعني كل الأشياء القيمة اتسك عليها يعني في الخزنة الموجودة حول الروم بتاعتنا. عكس كلمة valuable قيم هي عكسها واحدة بالأربعة هي رقم دي آخر واحدة worthless. Worthless يعني بلا قيمة ملوش قيمة. لكن أول كلمة unavailable يعني غير متاح. التانية precious معناها قيم ده بتسويها. worthwhile برضو معناها قيمة واستحق أو جدير بالاستحقاق. طبعا هي الأخيرة worthless. I got a plumber space as a pipe. يعني أنا جبت سباكة عشان يصلح اللي هي الماسورة. طبعا ده كوزيتيف في هنا جود أجيب بعدها المفعول العاقل وبعدين تو زائد المصدر يبقى تو فيكس. أما لو كانت هاد كنا خدنا فيكس بس هي جود ومفعول عاقل وتو زائد المصدر يبقى I got a plumber to fix the pipe. The following line can be put in the space of a CV. I enjoy meeting people from other countries. I have traveled to Europe and Australia. ده ممكن يتحط في ايه في السي في؟ انا بستمتع بمقابله الناس من دول مختلفه وسافرت لاوروبا واستراليا. طبعا دي في رقم سي انترستس اهتمامات اهتماماته. Which sentence is punctuated correctly؟ انهي جمله مترقمه صح؟ الصح هتبقى رقم ايه؟ بي كوايت بليز يعني كون هادئ من فضلك. في بعد بي كوايت كاما وفي الاخر فلستوب. التاني مفيش لا كاما وفي الستوب والتالت مفيش هنا كاما والاخر مفيش فلستوب. وأول حرف سمول طبعا تبقى الأولى be quiet please كن هادئ من فضلك. Which sentence is structured correctly؟ أنهي جملة الجرامر بتاعها صح أو معمولة صح؟ هي الجملة رقم دي أمير هو the half defender ماله scored the winning goal. أمير اللي هو يعتبر half defender مدافع يعني وسط ماله بقى أحرز هدف الفوز. الأولى غلط عشان في كلمة score أمير ده مفرد لازم نحط إيه السوي دي. التانية غلط مكتوب هوز هوز ده الملكية غلط ما تنفعش. التالتة برضه عشان فيه برضه سكور ما تنفعش. Last but not least we should do our best to spread awareness concerning the importance of this topic to achieve progress and welfare to our dear country Egypt. This sentence can be considered an space. أخيرا وليس أخيرا ينبغي علينا أن نبذل أقصى جهودنا أو جهودنا لكي ننشر الوعي فيما يتعلق بأهمية هذا الموضوع لتحقيق التقدم والخير لبلدنا العزيزة مصر. طبعا دي بتيجي دايما في conclusion الخاتمة رقم سي واللي last but not least last في الآخر يعني يبقى conclusion خاتمة. A civilized society should treat its elderly members well even if it's multicultural. الصح رقم 3 اللي هي رقم جيم. المجتمع المتحضر ينبغي عليه أن يعامل كبار السن معاملة جيدة حتى لو كان مجتمع متعدد الثقافات. الأولى مكتوب الأعضاء ومكتوب الصفات غلط. والتانية مكتوب يعالج مش يعالج. والأخيرة مكتوب صغار السن ده غلط. One of the current reform programs is to estimate investment in the industrial sector. الصح رقم ألف. أحد برامج الإصلاح الحالية تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي. التاني غلط مكتوب تغيير وفي مجال. التالت غلط مكتوب زيادة الاستثمار وفي مجال. الأخيرة مكتوب الإنتاج مفيش إنتاج. يرتكب البعض خطأ كبيرا ببحثهم عن الشهرة لاعتقادهم بأنها سبب السعادة. الصح طبعا يا رقم إيه؟ Some people make a big mistake by looking for fame because they think that it is the cause of happiness. التاني غلط مكتوب looking up. look up لا غلط هي look for. التالتة مكتوب made. made في الماضي ده عايزين في المضارع يرتكب يبقى made في الماضي غلط. الأخير مكتوب big mistakes ده عملها جامعة هنا mistakes هي صح الأولى. إنها مسؤولية الوالدين أن يقوموا بترويج الشباب بالآثار المدمرة لتناول المخدرات القاتلة. الصح رقم بي. It is a parent's responsibility to make the youth aware of the destructive effects
of taking killing drugs. الأولى غلط مكتوب هنا unaware ومكتوب eating طبعا غلط. الثالثة مكتوب irresponsibility عدم المسؤولية IR ده طبعا غلط. الأخيرة مكتوب eating ومكتوب برضو constructive يعني بناء يعني طبعا المفروض تبقى destructive. القطعة بتتكلم على نوع الطعام اللي ممكن يكون ناكله في سنة 2030 وهل يقدر يكفي ولا لا؟ ولا هل يكون مختلف ولا هيكون في صعوبة فيه ولا زي الموجود دلوقتي؟ بيتكلم عن ان فول الصويا ده ممكن يستخدم كبروتين في المستقبل بدل اللحوم الى اخره. ده الملخص بتاعها. There won't be food shortage in the future if the food is. سوف لا يكون هناك نقص في الطعام في المستقبل اذا كان الطعام ده ماله؟ يصح رقم ايه؟ fairly distributed يعني توزع بطريقه عادله. The main idea of the passages الفكره الرئيسيه للقطعه عباره عن ايه؟ هي رقم بي. The causes of food shortage and its solutions. القطعة كلها بتتكلم على أسباب الولاقس الغذاء والحلول لهذه الأسباب. The problem of food can be solved if we مشكلة نقص الطعام ممكن نحلها وإحنا يا رقم B use advanced methods of cultivation استخدمنا طرق متقدمة للزراعة. We feed animals on grain to reduce. إحنا بنأكل الحيوانات grain يعني عبارة عن حبوب عشان ننتج يا رقم دي highly quality beef يعني طعام أو لحوم يعني عالية الجودة. Which sentence of the following can best summarize the last paragraph? أنهي جملة ممكن تلخص آخر paragraph؟ هي الجملة رقم دي soya beans as a replacement of meat. إنه فول الصويا كبديل للحمة. According to the passage, using vegetable ingredients is one of the methods to overcome the shortage of. طبعا القطعة استخدام المكونات اللي هي الخضروات ده ممكن يكون واحدة من طرق للتغلب على نقص اللي هي رقم البروتين البروتينات يعني. بيستخدم الصويا beans فول الصويا بديل للحوم. According to the passage, food production is growing space the population. طبقا للقطعة إنتاج الطعام بينمو مع السكان. يصح تبقى as fast as يعني مع نمو السكان قد بعض الاثنين يعني. According to the passage our diet may be space in the future. طبقا للقطعة ممكن الدايت بتاعنا ممكن يكون في المستقبل ايه ممكن يكون different مختلف بس يعني الطعام دلوقتي ممكن يكون مختلف عن اللي جاي بعد كده. القطعة دي بتتكلم التانية عن باسل رشيد ده اللي هو مخبر سري مشهور بيعمل لرجال الأعمال عشان يحميهم وبيحل دم الأسرار الغامضة المرتبطة بعملهم. كان موجود على اللي هو الإسبانيش ترين على القطار الأسباني واحد اسمه مراد اتكلم معه وقال له عاوزك تحميني لكن ما صدقوش. وتدور القصة وفي الآخر مراد اتقتل. هو والدكتور ابتدوا يتعاونوا عشان يعرفوا مين القاتل. عرفوا إن هما شكوا في 13 من القتل لأن التعب دول كلهم ما كانوش بيحبوا مراد. وعرفوا إن مراد أصلا ده كان كريمنال المجرم وتخفي في صورة رجل أعمال. Basil found out there were 13 suspects because Basil اكتشف ان في حوالي 13 مشتبه فيه لانهم هي رقم C. He knew they hated Murad. عرفوا انه كان بيكره مراد كلهم ولذلك شك فيهم كلهم. The central idea of the story is الفكره الرئيسيه للقصه هي رقم D. The Spanish train mysterious crime اللي هو الجريمه الغامضه على القطار الاسباني. مراد thought he was certainly in danger so مراد كان عارف انه هو اكيد كان في خطر ولذلك يا رقم بي he asked Basil for help طلب من باسل يساعده. The sentence that can summarize the fourth paragraph is not الجملة اللي ممكن تلخص الباراجراف الرابع هو هي رقم ايه identifying who Mr. Murad really was and his real job اللي هي في الاخر عرفنا مين هو مستر مراد ووظيفته الحقيقيه اللي هو طبعا كان حرامي وكان مجرم. باسل did not want to help مستر مراد يعني باسل ما كانش عاوز يساعد مستر مراد ليه رقم دي as he thought he was a liar كان بيعتقد ان هو كذاب او هو كاذب يعني. باسل was in أسوان باسل كان في أسوان ليه يا رقم بي because he was on a secret mission كان في ميشن في مهمه سريه. Although Basil refused to help Mr. Murad, بالرغم ان باسل رفض يساعد مستر مراد لكنه يا رقم بي help the doctor to reach the truth ساعد الدكتور انه يصل الى الحقيقه. According to the passage, one must space the others when they ask. طبقا للقطع ان الشخص لازم يساعد الاخرين لما هم تؤمنوا. هي ساعة تبقى help
help the others يعني ساعد الآخرين. ما ينفعش اجنور يعني معناه يتجاهل، انكورج يعني يشجع، وبعدين ديفيت يعني يهزم، يحاول بيساعد. الامتحان كان سهل جدا وكان بسيط على فكره، بالحقيقة يمكن اسهل امتحان ثانويه عامه موجود او جه قبل كده. جميل جدا وافكاره حتى بسيطه جدا، مفيش فيه افكار. وان شاء الله هنحل الامتحان اللي هو ثالثه ثانوي الادبي اللي هو بعد بكره ان شاء الله، هنعمل فيديو برضه له. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب عشان اكبر عدد يستفاد منه، وشكرا ليكم والسلام عليكم.